السلام عليكم، معكم صفيان من قناة أنواس. في اليوم في طريقة تخطي حساب جوجل لجهاز سامسونج في دقيقة. المهم باش ما نطولوش، غادي نبرونشي الهاتف على البيسي. وهذا هو الهاتف فيه حساب جوجل، غادي نكونيكتي عليه الواي فاي. المهم كنجين عندك كليك وحدة، هو كيما غادي ندير باي باس اف ار بي، كندير لي اوكي، كنتسنى الهاتف ديالي كيما شفتو طلع معايا في الهاتف كيقول لي افيشي، كنكليك عليه. كي دخلني للكروم اش كنكتب؟ انا كنكتب في ان روم، في ان روم. كندخل اول اختيار، كندخل بارامتر، كدخلني ديريكت، كندخل سيكوريتي، يعني خطوات بسيطة. كنبات الآخر شيء كتكون ديزاكتيفيا، كن اكتيفيا، كندخل كن اكتيفي التحتانية تاهي موديل، كندير ال زيد كونتيني، كندير عوتاني ال، كندير كونتيني. صافي، دابا الهاتف ديالي غادي يخدم. كنرجع كنرجع كما شفتو، هاو طلب مني الموس باس، كندير ال، كندير انجو كونفيرمي. صافي، الهاتف ديالي تفتح دابا. هادي ما كانتش في الاول، هي ولات. صافي، الهاتف ديالي تفتح. ما تنساوش الاشتراك في القناة. كان معكم سفيان من قناة انا وهاتفي. تخطى حساب جوجل في دقيقة، يعني انا غير كملت معكم الشرح، اما هو دقيقة كتخطى. سمية البرنامج، انا غادي نعطيكم السمية ديال البرنامج اللي اشتغلنا عليه في البيسي، هو هذا. ما تنساوش تيليشارجيو باش تخدمو بيه. صافي، الهاتف ديالي خدم عادي. اشترك في القناة ليصلك كل جديد، ما تنساش زر لايك تاهو.